ومن العلماء من قال إنه يدخل في باب اللغو في هذا، هي ما يخبر الإنسان به كاذبا، يعني فيما سبق يقسم أنه فعل كذا وهو لم يفعل، أو يقسم أنه لم يفعل وهو فعل، وهي اليمين الغموس. قال والمؤاخذة هنا في الكفارة لا بالإثم، قال المؤاخذة هنا في الكفارة لا في الإثم، فهو لا يؤاخذ بعدم تكفيره ولكن يؤاخذ بالإثم، فهي يمين غموس تغمس صاحبها في النار لشدة الوعيد فيها، وذلك للاستهانة بالمقسم به سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤاخذ عليه الإنسان من جهة العقاب، فيجب عليه أن يتوب. وقد اختلف العلماء في اليمين الغموس هل تكفر أو لا، أو لا تكفر. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وهل تدخل في أبواب اللغو في هذا الحديث أم لا. ذهب جمهور العلماء إلى عدم المؤاخذة بها بالكفارة، وأن المراد بالمؤاخذة بها إنما هو بالإثم، إنما هو بالإثم، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء، قال به الإمام مالك وأبو حنيفة وكذلك الإمام أحمد، وذهب إليه الأوزاعي وجماعة وجماعة من العلماء. وهذا هو القول الصحيح خلافا للإمام الشافعي، وهو قوله الثاني، وهو القول الثاني في هذه المسألة. قال رحمه الله بأن اليمين الغموس ينعقد فيها اليمين، تنعقد فيها اليمين ويجب فيها الكفارة. وظاهر الأدلة، ظواهر الأدلة في مسائل الكفارة، أن الكفارات إنما تطرأ على شيء مستقبلي، وهو ما يطرأ عليه انعقاد الباطل مع الظاهر، لأن الانعقاد هو العزم على شيء. أما ما يخبر الإنسان به سابقا فهو يخبر بشيء ينافي قلبه، فكيف يتم العقد، فكيف يتم انعقاد الباطل على الظاهر؟ ولهذا الله عز وجل يقول في هذه الآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا كسب القلب في ذلك هو منافي لأمر الظاهر، فما وافق الظاهر فيه الباطل فإن الإنسان يؤاخذ بذلك. والشافعي في قوله لا أعلم له دليلا من ظواهر الأدلة ولا من الكتاب، ولهذا يقول ابن المنذر رحمه الله، يقول في قول الشافعي رحمه الله، قال ولا أعلم خبرا يدل على هذا، يعني على ما قال به الإمام الشافعي رحمه الله في أن اليمين الغموس يكون فيها كفارة، وذلك لأن الأدلة إنما هي فيما يستقبله الإنسان، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه عامة السلف وجماهير الفقهاء.